نهلا خداش بودياب، أنا نائب مدير عام بنك الموارد. عندي تقريباً 40 سنة خبرة بتنظيم المؤسسات بكندا وبلبنان. دوري اليوم إني حط سلط الأضواء على أهمية كسر البايس من خلال تدريب على كيف نعمل ريتش للسبكونشس تبعنا لنمحي كل هالقيود اللي بتأثر بحياتنا اليومية. اليوم وقبيل أو على بعد ساعات قليلة من اليوم العالمي للمرأة بلبنان، في عنا ندوات لتمكين المرأة، خاصة المرأة المقيمة خارج المناطق الساحلية والمناطق النائية أو المناطق المهمشة. توعية المرأة على حقوقها بلبنان شأن كتير مهم، توعية المرأة على قدراتها كمان شأن كتير مهم، توعية المرأة على أهمية وجودها وعلى أهمية ثقتها بنفسها كمان أمر كتير مهم. صح أن لبنان عم بمر بأزمة اقتصادية لأكثر من سنتين أثرت بشكل مباشر على كل المجتمع اللبناني، رجال ونساء أو حتى أطفال، ولكن المرأة ربما هي تكون الفرصة لعودة الإنتاج بقوة، لعودة قيام أو الدفع بالاقتصاد اللبناني بالمرحلة المقبلة. لكل نساء العالم بدي لكم كل سنة وأنتم بألف خير، كل سنة وأنتم بنفس التألق والتقدم. كل امرأة بالعالم جميلة على طريقتها، فكونوا قوية، كسروا كل الحواجز، كسروا حاجز الخوف اللي بداخلكم أول شيء، ما تخلوا شيء يوقف بطريقكم، وإلى النجاح.